عاد الثنائي محمد صلاح ودانييل ستوريدجا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع ليفربول استعدادا للمواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي. وغاب صلاح عن آخر مباراتين لريدز إثر تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، بينما يغيب ستوريدجا منذ مباراة سبارتاك موسكو في دوري أبطال أوروبا في 6 ديسمبر. وخاض اللاعبان التدريبات أمس في إطار الاستعداد لاستضافة متصدر الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد.